الحقيقة قضية إنسانية. احنا عندنا الطالبة زهراء النجار. زهراء النجار هي طالبة بالصف الأول، ورينا صورتها يا جماعة، بالصف الأول الثانوي في من مركز الحسينية بالشرقية أهي. زهراء متغيبة عن بيتهم من يوم 2 ديسمبر 2019. داخلين احنا هنا في 21 يوم بالظبط. الحقيقة الموقف صعب، لأن أسرتها بتعيش حالة من الصدمة. البنت بقالها 21 يوم مش موجودة وما يعرفوش عنها حاجة. أنا بقول حاطين صورتها، يمكن يعني حد يقابلها يعثر عليها يدلنا. والدتها الآن في العناية المركزة، حالتها صعبة جدا، متأثرة باختفاء بنتها. وبعدين الناس عملوا محضر بس مفيش أي حاجة. معانا والدها يا جماعة. طيب يعني على العموم احنا قلنا الحكاية، هم حرروا محضر في واقعة الاختفاء لكن مفيش معلومات. ارجو برضو الناس في وزارة الداخلية، ونعرف ان هم ما بيتأخروش، لانه هذه حالة انسانية صعبة جدا. طب خلينا نسمع من الاستاذ محمد عبد الحميد والد زهراء. استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. يعني قلبي عندك يا فندم، قول لي اخر الاخبار ايه. والله يا فندم من يوم 2/12 واحنا عمالين نلف على البنت مش لاقيين البنت. يعني بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد رئيس وزير الداخليه، وبناشد كل المعنيين، بنتي بيها وانا مش عارف عنها حاجه. يا ريت كل الناس، كل الخروب الرحيمه، الاب عبد الفتاح السيسي اللي احنا كليتنا واقفين وراه، بلاش دو يدوروا على بنتي، انا مش لاقي بنتي واحنا بنتقطع. طيب يعني انت عارف انه الرئيس بيوجه طبعا، وانه الاجهزه بتشتغل. انتوا عملتوا محضر امتى؟ عملنا محضر من يوم حوالي 5 تقريبا. طيب ما فيش اي رد من انتوا مركز شرطه الحسينيه مش كده؟ مركز شرطه الحسينيه. لسه ما قالولكش اي معلومات ولا حاجه؟ مفيش. ما يقولوا مش ولا انت حد اتصل بيك ولا قال لك ولا طلب منك مثلا؟ لا يا فندم، لا مفيش حاجه خالص. يا فندم انا بنتي افديها بعمري وافديها بحياتي. انا فاهم. لا انا فاهم، انا بس بقصد يعني ايه نبقى معاك في الصوره. طيب استاذ عبد الحميد، استاذ محمد، احنا الصوره عارضين صوره زهراء اهي، ويعني يمكن حد يشوفها في اي مكان او يكون شافها في اي مكان، بناشد برضو الاجهزه الامنيه يعني سرعه انه تكثيف البحث عنها، لانه احنا قدام اسره بتتعذب كل دقيقه بغياب بنتهم. ان شاء الله ربنا يردها لهم بالسلام. اشكرك استاذ محمد عبد الحميد.